سيدنا اليافطة خدمت قبل ما تخش الدير أي مرحلة؟ ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، خدمت إيه؟ بصراحة كنا في الكنيسة في مير، كان معانا خدام أتقياء جدا وعلمونا الخدمة من واحنا أطفال، يعني من واحنا في ابتدائي صدقيني، من قبل فصول إعداد خدمة ومدارس القعد والحاجات دي. أنا فاكر واحنا في ابتدائي كان يعلمونا يختاروا من كل فصل 2 3، وأنا كنت واحد من الفصل بتاعي، إن نفتقد اللي مجوش، فحببونا جدا في الافتقاد، يعني تخيل طفل بيفتقد طفل تاني. حلو قوي. فخلوا حب الخدمه يتغرس في قلوبنا من واحنا صغيرين. بيكبر. كنا نقعد بقى في الفصل ما نصدق حد يغيب. كنا نفرح لما حد يغيب عشان نروح نفتقده. ويبعتوا معانا الصور ويقولوا لنا الخادم فلان بيقول لكم ما جيتوش ليه ومش عارف ايه، وهو زعلان انه ما جيتوش. ونفاجأ تاني اسبوع انه جه، يعني انه جه. فكانوا غرسوا في قلوبنا حب الخدمه من واحنا مخدومين، يعني كنا مخدومين وكنا نغلب. ولما كبرنا بقى في اعدادي كان في مجال كنت احبه جدا، اللي هو المجال المسرحي. ايوه. كنا على طول نعمل مسرحيات دينيه، انا اشتركت في مسرحيات كتير قوي، وكان في ادوار كتير بمعدل نصها دور راهب. ياه. وكان في واحده منهم او اتنين دور اسقف.